يا رب يا رب اجعل يا رب يا رب. شف على ايد ربنا، شف على ايد ربنا. بيهز في ديله؟ لا يعني حلق. ما انا بقول لك صحته ريح، يعني معنى كده ان الكلب مبسوط. مية مية. ايوه مبسوط. طيب كان واقف زي لهبة. ايوه صح ولا انا غلطان؟ امسك لي الكلب كويس بقى. نزلت يا باشا. نزلت يا باشا. طب انا بص بقى كابتن، من 3 ايام بالظبط من اللي ماشيين فيه في الشارع. فين هي دي؟ مش التهابات يا باشا. من الناحيه الثانيه من زيها. اوعدك من زي الناحيه الثانيه دي مش التهابات يا باشا. دي الحاجات دي، الحاجات دي هتروح مع البرشام. طب بص لو طلعت الفيديو هو اللي عندي اللي عندي في الشارع في حبوب. في حبوب لما تيجي تعريه؟ اه لما بيجي يعمل حمام ولا حاجه. طب احنا ايه نوقف كده؟ بس هو بدا ياكل بقى تمام، انت فاهمني؟ يعني ممكن لو طلع اكل كل شويه بياكل. انا يعني مثلا لو بتنزل بس احنا بدينا تحصيل. بص كبير، بص كبير، هنفهمك حاجه. مد ايدك هنا كده الخصيه، كان الاول خصيه واحده والخصيه الثانيه كانت فوق هنا. اه حلو الكلام. معلقه ورا الايه؟ ورا بيضه التجميع بتاعه السائل المنوي. ورا بيضه التجميع البيضه اللي فوق دي اللي ناشفه دي اللي ناشف ده، ده بيضه التجميع بتاعه السائل المنوي. تمام. الخصيه ديت كانت واحده. صح. مش شفناها المره اللي فاتت؟ كانت واحده. وكان في خصيه تانية فين؟ فوق. وانا قلت لك الخصيه فوق، فاهمني؟ طيب دلوقتي الكلب حالته الطبيعيه ايه في البيت؟ لا حالته طبيعيه. الله اكبر. احسن من الاول ياما. بياكل احسن من الاول ياما. وفايق اصلا وفايق يعني. وبيلعب واشتغل وبقى شرس وبتمام التمام وشغال. ايوه يعني يعني في التعب في التعب. الكلب الشرس في التعب ما بيبقاش شرس. تمام. راجع لطبيعته. مفيش اي حاجه كده ان هي مهمداه. لا عينه معمصه ولا عنده سخونيه. لا. طيب في حاجه انت لاحظتها المره اللي فاتت؟ اول الكلب ما جاء وقف فينا بجواه هو واقف بينزل ميه من القضيب بتاعه لوحده. صح. أي. طب ما عملهاش. انا مراقبه من ساعه ما دخلت بيه، فاهمني؟ ما عملش الحركه دي. الحركه المره اللي فاتت كان هو مربوط هنا. أي. بقى وهو واقف كده في ميه بتنزل منه من غير ما يعمل حمام. طب والله راضي. اه دلوقتي ما عملش الكلام ده، فاهمني؟ وغير كده ان الخصيه ايه الاثنين انت مسكتهم بيدك نازلين. انا بقول لك من 3 ايام بالظبط اما كنا بنمشي بيه في الشارع كان يعني كانوا بينزلوا الاثنين. اه شويه ممكن بعد حبه ولا حاجه تبص لها رفع. اه فكانت ماشيه. طيب صلى على النبي. كده احنا ماشيين على الخط السليم. تمام. احنا كده بعيدا عن العمليات الجراحيه الحمد لله. طب الحمد لله. ومفيش اي حاجه فيها عمليات جراحيه لان كده الخصيتين قدامنا. أيوة. فاهمني؟ ممكن بقى اللي ناشف شويه اللي هي بيضه التجميع بتاعه القضيب. طب الحمد لله. فاهمني؟ زي ما انت باليونكتاب. تمام. وبالميه الدافيه. واوعى تجوز الكلب ده دلوقتي. طب نجوزه امتى؟ بعد شهرين. وما تديلوش اي منشطات للخصوبه. اي حاجه. لا كده كمان ما تدهنوش. بس يا باشا وابعد عنه اي انتاية حيط. ما يشمهاش. هو اصلا في مكان لوحده. في شقه لوحده. احنا كده ماشيين صح؟ صح كده؟ الحمد لله. والخصيه نزلت بعد ما كنا هنخش في مرحله جراحة وحنشيله خصية والليلة دي كلها. تمام. العلاج اللي احنا قلنا عليه اللي هو يا جماعة يونكتام 375. انا قلت للراجل ده المرة اللي فاتت، الراجل ده كان الناس دي كانوا جايين زعلانين جدا. الحاجة كابتن الكلب عنده بروستاتا. قول لي تعالى بقى هنا كده وقول لي. قول لي بقى انتوا جيتوا قلتوا لي ايه؟ احنا عنده بروستاتا. ايوه بصوا للكاميرا كده. احنا جينا بروستاتا وكانسر. قال لنا كده ايه اللي حصل؟ انتوا اتصلتوا بيا، انتوا اول مره تجوا لي المره اللي فاتت. صح. من كفر الشيخ واحسن ناس ونورتونا. اتصلتوا بيا قلتوا لي يا ابو نور عندنا مشكله في الكلب بتاعنا. الاول قبل ما تيجي قلت لي الكلب بتاعي عنده بروستاتا. قلت لك ايه عرفك ان عنده بروستاتا؟ قلت لي الدكتور اعمل له سونار. قال لي ده عنده بروستاتا وعنده التهابات وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. تمام. وعنده كانسر. كانسره ازاي؟ مش عارف. والله العظيم حتى اللي حاطه في الفلوس اصلا لما عرفت دفعت كام بقى بما يرضي الله؟ احنا لا مش عايزين اسامي دكاتره ولا كده. اول مره 600 جنيه، اول مره 700 ومش عارف 725 حاجه زي كده اول مره. من غير علاج ومن غير اي حاجه. 300 علاج، في 500 كمان مره، في 400 كمان مره. كل ما نروح بندفع. تمام. كل ما تروح بتدفع. طيب لما كلمتني وقلت لك طب شوف العلاج اللي الدكتور قال لك عليه يمكن يغير حاجه، وانت بعدها كلمتني تاني قلت لي لا مفيش نتيجه انا جاي لك بقى. جيتوا هنا دفعتوا كام؟
ما دفعناش اي حاجه. محبه شربته شاي حبيب قلبي. بص يا جدعان طبعا بنصح اي حد يقابل مشكله زي دي يعني يتواصل مع الكابتن. الكابتن الله يبارك له يا رب ويديله الصحه يعني بما يرضي الله. جاب الخلاصه انا عارف ان هو هيجيب الخلاصه والله. حبيب قلبي طبعا قلت لك اطلع من هنا دلوقتي على الصيدليه البشري هات علبه برشامي ونكتام 375 واديله لمده 7 ايام تمام عشان بعد ما كنا واخدين قرار ان احنا كده هنخش في مرحله جراحه وحاجات زي كده. لما جه الكلب هنا بصينا عليه لقينا الكلب وهو واقف كان بيعمل ميه على نفسه من غير ما وهو واقف عادي خالص الميه شغاله ما بتوقفش تمام. ولقينا ان في خصيه ناقصه راحت فين لقينا الخصيه فوق متعلقه فوق تمام. طبعا دي كانت التهابات في الخصيه مش بروستاتا خالص تمام. غير ان الكلب طب ازاي لما هو عامل خلصان خالص كان اللي يشوفه ممكن يقول غير ان الكلب كان وسطه ده مفيش كان الكلب مهم يا باشا عادي عادي هو العيب في الصنار. العيب كان ساعتها في الكهرباء يعني الكهرباء كانت مقصره على الصنار. المهم 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 طبعا قلنا ندوله ايه قلنا ندوله يونكتام 375 تمام ونعمل كمادات ميه دافيه على القضيب لفتره 7 ايام وبعد 7 ايام هنشوف قرارنا الصح يا نخش جراحه يا نمشي زي ما احنا يا الكلب صحى وبقى تمام. انت جيت دلوقتي بالكلب وبتقول لي بص على الكلب بقى عشان نبص عليه لقينا ان الخصيتين انا ما رضيتش نمسكهم الاول. أيوة. قلت لك تعالى امسك بيدك كده مسكت لقيت الخصيتين نازلين تمام. وبنبص لقينا الكلب بسم الله ما شاء الله حالته الصحيه 100% وانت قلت لي الكلب دلوقتي من بعد ما خد العلاج ده فاق وبقى ياكل وبقى يشرب وبقى يثبت مكان والكلام ده كان كان خالص. احنا ما تقول تودينا في داهيه يثبت مكان ايه يثبت مكان ايه لا يعني يعني شغال معاك شراسه زي ما كان شغال. انت برضه عايزين عايزين يشغلوا بس حركتين كده بالدراع والسلامه زي ما كان شغال والكلام ده كله تمام. طيب طبعا لما خرجتوا من هنا المرة اللي فاتت كنت نسيت اسم العلاج واتصلتوا بينا تاني مليناه لكم واشتغلتوا على نفس المبدأ. دلوقتي الكلب بسم الله ما شاء الله بس احنا برضك للاطمئنان انك هتجيب علبة من دي كمان تمام. اسمعني بقى اسمعني بقى اسمع وركز عشان الحلقة دي انت لما ترن عليها لما تطلع تقول لي والنبي قول لي اسم العلاج تاني هنقول لك ما نعرفش. خش على الحلقة على اليوتيوب. بص بقى يا سيدي عندنا اخويا دخلناه عند اخويا حبيب حبيب اول واحد شفت الحلقة عندنا في القرية والله العظيم. بص في ثواني اتصلت عليهم يا جدعان. طيب المرة دي بقى هيكون في تغيير شوية هيكون في تغيير لحاجة تانية. المرة دي هنجيب علبة برشامي ونكتام برضه 375 وندي له كل يوم حباية زي ما انا ماشي ونعمل كل يوم كمادات المياه الدافية زي ما احنا ماشيين. حبايتين واحدة الصبح واحدة لا هنديله حباية بقى حد يفتح يا طبعا هنديله كل يوم حباية. حلو الكلام. هنعمل ايه بقى هنروح للدكتور اللي في الصيدلية البشري نقول له عايز ازازة دواء اسمها ستيال تمام مطهر مهبلي اسمه ايه ستيال ده عبارة عن مياه زي الزيت كده زي الشامبو لونه ابيض زي غسول او حاجة زي غسول هنعمل ايه هنجيب سرنجة 10 سنتي من الصيدلية برضو أيه. تمام وهنعمل ايه هنسحب هناخد الستيال ده ناخد الستيال ده سرنجة على كوباية مية دافية تمام ونقلبه كويس ونسحب بالسرنجة وننيم الكلب على جنبه ونضرب السرنجة في القضيب من جوه تمام عشان الالتهابات عشان اي حاجة مكان رفعنا الخصية والالتهابات القديمة تنضف وتنزل تمام. الحاجة الوحيدة اللي بتنضف وتنزل لبره الستيال. البتادين المهبلي ملحوظة لكل الناس اللي متابعانا البتادين المهبلي اللي الناس دي كانت بتغسل بيه بياخد الميكروب يخش بيه جوه ما يطلعش لبره. اللبوس المهبلي للنتايات بياخد ميكروب المهبل يخش بيه جوه. الحاجة الوحيدة انضف غسول للحالات دي الستيال. الستيال ده يا جماعة شغلته ان هو بينظف المكان اللي فيه التهابات. وصلت يبقى انا كده ازازه دواء ستيال علبه برشام يونكتام 375 تمام ونجي ونعمل كمادات المياه الدافيه. طب الستيال ده نعمله كم مره في اليوم مره واحده بس تمام الصبح مثلا على بدايه اليوم عشان تبقى بريمو بقى لو جبت انبوبه كريم انبوبه مرهم مش هتعمل 4 5 جنيه تمام اسمها ايه ديكتاكورت ديمترين ديمترين في كريم في مراهم معينه للقضيب والمهبل للي هي الجلد الحساس فهمني مش اي مرهم تمام
وهندهن القضيب من جوه بعد ما نستخدم الغسول هات سرنجه 5 سنتي وافتح شد السرنجه من ورا وفضي فيها الديمترين وتيجي مركب السرنجه تاني وتيجي جاي شادد جلد القضيب لبره ونيجي جاي عادل السرنجه وضارب مره واحده ونيجي قافل الجلد شويه هينزل المرهم يغسل الايه يغسل القضيب بعد الستيال بعد ما ينغسل مع كمادات الميه الدافيه كل يوم على القضيب مع ممنوع ان الكلب يتجوز لمده شهر تمام وهتمشي على كده باذن الله وبمشيئه ربنا خلص الموضوع وانتهى الموضوع والقضيب هيبقى طبيعي و100% ولا في اي مشكله في اي حاجه تانية فهمتوا اللي انا قلته طبعا لو دخلتوا على اليوتيوب هتسمع الحلقه وتفهم انا والكلام ده مش ليكم انتوا بس الكلام ده لاي واحد بيعاني من المشكله دي تمام يجي لك ورايح يا جماعه حبيب قلبي حبيب قلبي ربنا يبارك لكم فيه وفي الزياده دايما وطبعا وقفته حتى بسم الله ما شاء الله غير المره اللي فاتت كان واقف مكسور وزعلان بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لكم فيه ايه ما كانش فيه لان واضح ان هو كلو بسم الله ما شاء الله في اي مشاكل تانية؟ خلاص يا باشا مالناش دعوه بالجراحه ومالناش دعوه بالكلام ده كله ربنا يكفينا شر جراحه واي حاجه زي كده تمام حبيب قلبي عايز نطلعه على اليوتيوب شغال عايز تشغله عيني بس يطلع على اليوتيوب بس يطلع على اليوتيوب في لقطه الشباب عشان يتشهر في البلد عيني عشان يتشهر في البلد عندنا كلها بس الناحيه حلوه طب هنا مفيش الا ياسين طيب احنا اي حد من الرجاله هو بيشغله طب خد ليش زياده ركبه له عشان ما يحلقش تمام ورينا كده بقى فرجنا بقى على شرسة كلبك يا معلم خش يا محمد ايه ده مين اللي هيدخل كله هيهرب ولا ايه طيب يا عم شغال احنا عايزين نشوف بيتعالج بالكمامه بيضرب لا خش بقى ورينا كده هو بيتعالج بالكمامه كده خش ايه ده كل لا مالكش دعوه ياسين كله بيكش منه ايوه كده ورينا لا لم خش له شويه راجع لا انا عايز اشوفه هو بيحضن كده وهو بيحضن كده افتح السلسله الثانيه وعايز اشوفه كده هو بيحضن كده خش اسال بيمسك الدراع وبتاعه ربنا ربنا يبارك لكم فيه يا رب ربنا يبارك لكم فيه اوعى بس حمام السباحه وراه لا واضح هو باله طويل بس في نقطه بس عود نفسك ما تحاربش الكلب وقت الشمس لا ليه لان ده بيبقى حر وفرهده عليه يا باشا هو طلع ترند خلاص يا باشا هو طلع كده طلع ترند حبيب قلبي وبعدين انتوا ترند اساسا انتوا ناس محترمه ونورتونا النهارده واحلى تحيه لاهل كفر الشيخ كلهم تحياتي لكم يا جماعه وتحياتي لكل متابعينا الناس دي كانت هتخش في مرحله جراحه ومصاريف عبيطه جدا غير المصاريف العبيطه اللي هم صرفوها قبل كده دلوقتي الحمد لله الناس دي اطمنت على الكلب والكلب دلوقتي انا شايفه على الاقل بيهوى واشتغل المره اللي فاتت كان حاجه تعبانه جدا واقفه قدامي ربنا يبارك لكم فيه وفي الزياده باذن الله وتحياتي لكم يا باشا وربنا يبارك لكم تاني